تبدأي إلى ثلاثة ثم اقفز. واحد اثنان ثلاثة. من هو الأحمق الذي حفر نفقا هنا؟ نحن فعلنا يا جو. هل أنتم ذاهبون في نزهة ليلية؟ فشلت كل خططي فشلا ذريعا. جلبت العار للعائلة. لا تقل هذا يا جو، أنت الأفضل. هاي أنت أكثرنا لؤما وأشدنا غباء. إذن يا جو، أتعاني وقتا عصيبا تعجز عن حمل الفأس؟ إنه محبط تماما، لا يفكر بالهروب حتى. يا للمصيبة، إذا عرفت السلطات بأن جو دالتون لا يحاول الهرب سيلغون قروضي. كنت أفكر لعله سيبتهج إذا هيأنا له الظروف الملائمة مثلا. هيا يا جو، تمالك نفسك، فالحياة جميلة. أجل، كن متفائلا يا جو. الوضع ليس بهذا السوء، ماذا لو كنت قصيرا وقبيحا أيضا؟ جو، لدينا مفاجأة لك. حسنا، لقد وصلنا. انظر، إنه مصرف، هل يعجبك؟ جو دالتون الشهير، أرجو ألا تؤذياني. لا أموال لدي لأودعها. هاي، تذكرت دعابة أخطر ومستدير، أتجه صعودا ونزولا. من أنا؟ أنا حبة بازيلا في المصعد. أنا أمشي وحدي وأحمل حقيبة ملأة بالمال، إنني في خطر. ألا تشعر برغبة في السرقة يا جو؟ سأساعدك على عبور الشارع. هل تمزح معي؟ ماذا عن دعابة الكلب والطلاء؟ سبق وسمعها. لو ساعدناه على إنجاح خطته للهروب، ربما يستعيد ثقته. ولكنه سجين يا سيدي. سوف نخرج لبعض الوقت. أجل، ومن حسن حظنا أن الباب مقفل. من الإهمال ترك الباب مفتوحا. سوف يهرب رغما عن إرادته. أظن أن الخطة ستنجح هذه المرة. ثوابي، أريد أن يكون السجناء سعداء سعداء. أنت تبدو كمن تلقى حكما بالسجن مدى الحياة. أنا مكتئب جدا، لا ذنب لي إطلاقا. وأنا على وشك أن أصاب بانهيار عصبي. استشر طبيبا. لقد وجدتها، لدي فكرة رائعة. هذا مستحيل، إنه متقاعد. جو إلى البهو. أجل يا جو، إنه أنا. لاكي، لاكي،
الهزيمة. رائع، لقد عاد إلى طبيعته. يجب أن أقضي عليه، دعوني، سوف أقتله. أخرجوني من هنا، أخرجوني. دعوني أخرج، دعوني أخرج، دعوني. سجن وحيد بعيدا جدا عن راعي البقري. هذا يذكرني بأحد. أنا عرفته، الرجل الأموات.